وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من تونس الدكتور بدرة قعلول مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. دكتور بدرة، بعد التحية دعنا نبدأ من الناحية الاقتصادية، والرئيس قيس سعيد كان له حديث عن هذا الأمر أن تونس تركت على وشك الإفلاس، وأنه أيضا يقدر وطنية العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وأن الحقوق محفوظة في إطار القانون. أهمية هذه الأمور. اهلا وسهلا، شكرا ليك ومرحبا بيك. بالنسبه الى الوضع الاقتصادي، فعلا هو ما اثار يعني حفيظه الشعب التونسي وما جعله يخرج الى الشارع هو الوضع الكارثي، وكنا على شفا يعني الافلاس، وكان الوضع يعني القدره الشرائيه للمواطن قد سقطت، والتداين الكبير وما الى ذلك. اذا هذا الوضع هو ما جعل الشعب التونسي يعني يخرج، والسيد الرئيس يستجيب الى طلبات الشعب التونسي. اقول بصراحه انه اليوم كل المطلوب هو نوع من الصبر، وقد انا تكلمت وقلت للشعب التونسي شويه صبر من افضلكم، خلينا نرجع والسيد الرئيس يتخذ قرارات. هو هناك قرارات جريئه جدا صراحه، وهناك سرعه في اتخاذ القرارات من اجل يعني انه احنا نسترجع قوانا الاقتصادية. البنوك طبعا هناك شغل كبير برشا عند البنوك، هناك كذلك دائرات المحاسبات، القبضات المالية، يعني كل هذا معول عليه. كذلك هناك شيء مهم جدا هو المستثمرين ورجال الأعمال، لأنه هناك من دخل في منظومة الفساد للأسف، وهذا يعني نحاول ويحاول السيد الرئيس التعامل معه بكثير من الحكمة والرسالة، لأنه فعلا كانوا يعني هناك عملية ابتزاز كبير جدا من المستثمرين، كذلك لرجال الأعمال. دخول مستثمرين أجانب خاصة الجانب التركي، يعني كان هناك استثمارات تركية كانت قد أضرت كثيرا بالمنظومة الاقتصادية التونسية. يعني لهذا نحن نحاول ويحاول السيد الرئيس والمستشارين الاقتصاديين لديه بأن يكون المسار يعني صحيح، وتكون هناك نعم. عملية إعادة إلى المسار ومؤسسات. طب دكتور بدرة، يعني بما أننا بنتحدث عن رجال الأعمال، بالنسبة لرجال الأعمال الوطنيين، ما الدور الذي من الممكن أن يقومون به للنهوض بالحالة الاقتصادية في الوقت الحالي؟ دور بسيط وسهل، هو أن يرجع للعمل، وخاصة يعني الأداءات، يعني أنا أقول رجل الأعمال عنده دور كبير في هذه المرحلة، أنه يرجع للعمل، الابتعاد عن الفساد وعن التهرب الجبائي وعن التهرب، يعني كل هذا. هناك الكثير من الأعمال، ثم انه الاستثمار في تونس والاموال تبقى في تونس، والسيد الرئيس قد اشار الى نقطه مهمه، تهريب الاموال. معلش تخرج الاموال والسيوله التونسيه، تخرج فيها الى الخارج، شكون باش ياخذها؟ معناها من سيبتزك ومن اذا هناك عمل كبير جدا، استرجاع الاموال التونسيه. هل هذا هو سبب قول الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا مجال في تونس للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، وأن الحقوق محفوظة في إطار القانون؟ صحيح، هذا هو الرسالة كانت واضحة وصريحة، لأن رجال الأعمال قد ذاقوا الأمرين في عهد الإخوانجية كانوا يبتزوا فيهم، كانوا يأخذوا منهم في الأموال، يتقاسمون معهم الأموال، يعني كانت أمور رهيبة. أعرف مستثمرين توانسة وحتى من عائلتي، يعني كان هناك الكثير من المشاكل، إنه إذا ما تعطينيش نعمل لك ملف وندخلك ويقسموا معاهم، فساد غير عادي يعني، ابتزاز. هم طبعا عندهم مبدأ الغنيمة، يعني وسرقة عندهم سهلة. بهذا السيد الرئيس يقول لهم لا مجال الى انه طمشكم باش يدخل او يفقد او يفتك لكم اموالكم عندكم، لكن المساهمه في العجله الاقتصاديه، وان شاء الله يكونوا في الموعد.
نعم. طيب دعينا نتحول إلى نقطة أخرى، وربما هذا أيضا من ضمن الأخبار التي جاءتنا وأيضا من ضمن ما جاء في الصحف ومتابعتها لما يحدث في تونس، أن الرئيس التونسي ذكر للرئيس الجزائري بأن هناك قرارات مهمة ومزلزلة ستصدر في الوقت القريب. ما طبيعة هذه القرارات غير فكرة أنه لابد بالتأكيد من أن يكون هناك تعيين لرئيس حكومة وما شابه؟ احنا ما فهمناش معناها لماذا السرعه في تعيين رئيس الحكومه والادارات ومؤسسات الدوله تشتغل، يعني كله في اوانه وكله في وقته. هذه النقطه الاولى اريد ان وهي رساله اريد ان ارسلها الى كل المجتمعات، الى الدول العربيه والى الداخل التونسي. النقطه الثانيه انه القرارات المزلزله هو انه لا مجال لخروج اي كان في ضمن المنظومة السابقة ولم يحاسب محاسبة عادلة، لا تشفي، هناك محاسبة عادلة، هناك يعني ملفات ستطرح على القضاء والقرارات ستكون حاسمة فيما يخص من أفسدوا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية هو نواب الشعب، هؤلاء تلك الطبقة السياسية التي دخلت إلى البرلمان واغتنمت من مصالحها يعني الكثير واستغلت السلطة اللي هي فيها. شيء آخر إنه القرارات ستكون مزلزلة بالسماع بأنه لا مجال لخروج أي كان، والمساومات لا نريدها ولسنا تحت مساومات أي كان، بأن يخرج أي إنسان لا للعلاج ولا للهروب من مسؤولياتهم، حملوا مسؤولية ويعرفوا أنه الحساب موجود وإن دامت لغيرك لما آلت إليك، ولهذا كل شيء يعرفوه، وهذه ستكون قرارات مزلزلة بالنسبة إلى وهذا هو سبب تأكيد الرئيس التونسي أن كل الأمور لابد أن تسير في الشأن القانوني أو في المسار القانوني. طبعا القانون ولا شيء غير القانون، ولن نتعسف على احد، ولا يمكن ان نتعسف، ولا يمكن السيد الرئيس ان يغلب التعسف او الظلم على احد. هناك ملفات، هناك قضايا كبيره جدا، هناك اختراقات كبيره جدا، هناك تمويل اجنبي، هناك مشاريع اجنبيه دمرت ودخلت الى البلاد وبالقانون هم ادخلوها بتشريعات في البرلمان. 80% من التجارة التونسية قد تم استهدافها ودخلت عليها التجارة التركية، ورجال الأعمال السويسة قد دمروا، إذا الاقتصاد المحلي دمر من أجل هذه الملفات. كل إنسان يتحمل مسؤوليته ضمن القانون والمحاسبة العادلة والمحاكمة العادلة. نعم. طيب مما لا شك فيه أنه لابد أن نعلق على البيان الذي جاء من بعض شباب حركة النهضة، أنهم يقولون أن حركة النهضة هي السبب فيما وصلت إليه البلاد. ما دلالة هذا البيان وأيضا ما تبعات هذا البيان؟ أريد أن أقول شيء. الأفعى وإن غيرت جلدها فهي أفعى. بمعنى؟ هؤلاء ما معنى؟ هؤلاء لا يمكن أن نأتمنهم وإن بدلوا، لأنهم عندهم مبدأ التقية يا أخي، ونحن يعني تاريخيا وأنتم الأدرى بهم، يعني المبدأ التقية، فإن لزم أن ينحنوا إلى العاصفة ويستكينوا فهم كذلك، إن أرادوا أن يتخلوا على بعضهم للتاريخ. أريد أن أقول للتاريخ، وهذه شيء يعني نحن نعلمه ودرسناه وشفناه، عندما جاء التحول والتغيير في 7 نوفمبر 1987 وعندما أراد الرئيس المرحوم رحمه الله بن علي محاسبتهم، فراشد الغنوشي وهذه للتاريخ والوثيقة لدينا، تفاهم مع الرئيس بن علي وأعطاه أماكن كل القيادات التي تتبعه الإخوانية، علي العريض وحمادي جدالي وغيره، أعطاهم لبن علي وأعطاهم أماكنهم مقابل شيء واحد، أنه يتم تصفيره وتهريبه إلى خارج حدود الوطن، وكان له ذلك وقد خرج من تونس في تلك الفترة يعني بسيارة دبلوماسية وفرها له الرئيس زين عابدين بن علي إلى الحدود الجزائرية ودخل الجزائر.
إذا هؤلاء لا يمكن ائتمانهم وبياناتهم وكلامهم يجب أن يؤخذ بالحذر الشديد. نعم، إذا لماذا قالوا، وخاصة أن هناك البعض يقول أن ربما ذلك ينم عن انشقاقات داخل الحركة؟ النهضة عندها مدة، يعني عندها أكثر من سنة في انشقاقات واستقالات لأنه هناك يعني راشد الغنوشي أصبح يعني متمسك بالحركة وبرئاسة الحركة. وهل تعلمين سيدتي، وأريد أن أعلم الجميع بأنه كان من المفروض أنهم يقوموا بالمؤتمر الانتخابي لرئاسة حركة النهضة منذ ماي 2020، يعني سنة وزايد، وذلك لتمسك راشد الغنوشي بالرئاسة ويريد أن يعيد يعني انتخابه. وهناك مجموعة المئة اللي قدموا عريضة ضد راشد الغنوشي منذ السنة الماضية، 100 نهضاوي قيادي يعني حبوا ما يترشحش لرئاسة الحركة ولكنه شد الحيل. يعني هناك وما الحجة التي كانت موجودة حتى يتم تأجيل هذه الانتخابات؟ يعني كانت كل مرة هناك ظروف كذا، ظروف في البلاد، جائحة كورونا، كل شيء استغلوه، كل شيء استغلوه هم، كل شيء، حتى انهم يخترقوا ويفتعلوا اشياء ويستغلونها. كذلك باش نقول لك حاجة، الانشقاقات هي من البداية ما بين الخوانجية اللي بقوا في تونس وتسجنوا وما بين الخوانجية اللي هربوا للخارج ورجعوا، يعني داخل الحركة هذه اللي هي ما بيناتهم، الحرب الكبيرة اللي ما بيناتهم. نعم، دكتور بدر قالول مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.